خلينا انا وتوني. شوف شوف كمان من ضمن اللي بيدرسوه للعيال بيقول وحيث جوزنا اكل ميتة الادمي يعني ممكن ياكل ادمي بس في حالة الاضطرار لا يجوز طبخها ولا شيها لما في ذلك من هتك حرمة قال بعد ما هياكله او هياكله بس ما يسلقوش ولا يشويه وتخرف في ذلك بان اكله نيئا وغيره وله قتل مرتد خلي بالك وله قتل مرتد واكله وقتل إيه تارك ايوه يعني يقتل بني ادم ويشويه وياكله عشان جعان لا 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 مش كده وبس ده بيدرس عندنا في الازهر بص يا سيدي الازهر الشريف قطاع المعاهد الازهريه الاداره المركزيه للكتب والمكتبات والوسائل التعليميه الاقناع في حل الفصل بشجاع للصف الثالث